لم يقوموا بالعبادة شهر ولا شهران ولا سنة ولا سنتان، ولكنهم قاموا بالعبادة من يوم أن تذوقوا حلاوتها إلى أن يلقوا الله عز وجل في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون، عاملين بقول الله تعالى: وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. هذه العبادة لا يتعبد بوقت وزمن ثم يترك، بل الذي يقوم بالعبادة والطاعة حتى يلقى الله. متى استقام على عمل مات عليه ولقي الله عليه؟ وهذه الآية كل مسلم يقرأها، فيجب أن تطبق هذه الآية: وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. وإذا كانت العبادة مدة الحياة فمعناها إلى آخر نفس من أنفاس العمر يقوم الإنسان على هذه العبادة. هؤلاء العابدون هم الذين ذلوا خشية لله وتواضعا له، خشية لله وتواضعا لله في عبادتهم، فوجدوا من الله عز وجل الفتح والعطاء والإكرام وتيسير الأمور وقضاء الحوائج. جدوا في طاعة الله فقضى الله حوائجهم، مالوا إلى طاعة الله فأمال الله الدنيا إليهم، أخلصوا لله فذلل الله الكون بين أيديهم، تحققوا بالعبودية تقربا إلى الله وتجردا عمن سواه، محبين لله فأكرمهم الله عز وجل بكمال العطاء، لأنهم قاموا بما خلقوا له. فالله ما خلق العبادة لطعام أو شراب، ولا خلقهم لزينة ولا لعب ولا له، إنما خلقهم للعبودية. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، جل جلال الله.